طيب يعني يمكن المياه البيضاء في ناس كتير متخيلة ان هي بتيجي بس للناس الكبار في السن، هل ليها انواع تانية؟ هي ليها اسباب كتيرة طبعا. اول سبب اللي انت قلتيه اللي هو الكبر السن، وزي ما كل حاجة بتعجز في الانسان مع السن، عدس السلعين نفسها بتعجز وتتحجر وتتصلب وتعتم وتعمل لنا مياه بيضاء، فده اللي بنسميها مياه بيضاء سنية، نتيجة ان المرض ان الشخص سنه بيكبر فبيجي له مياه بيضاء عادية ما فيش منها مشكلة. لكن الأخطر إنه يجي لنا مياه بيضاء في الأطفال، إن يجي لنا طفل مولود عنده مياه بيضاء، والحقيقة دي حاجة محتاجة إن احنا نقف عندها ونفكر فيها كويس قوي، والمشاهدين ياخدوا بالهم إن الطفل اللي عنده مياه بيضاء ده حاجة مهمة ما يتسبش. ليه؟ لأن المياه البيضاء في الأطفال أنا بسميها حالة طوارئ. ليه حالة طوارئ؟ لأن الفترة الأولانية في عمر الطفل ده اللي بيتكون فيها النظر. تخيلي لو الطفل ده جاله مياه بيضة والنظر ما تكونش، هيحصل عندنا كسل مستمر مدى الحياة، في حين ان احنا لو عالجناه في الشهور الاولى من عمره النظر بيستعيد بصره والنظر بيتكون وما يحصلش عنده كسل او يحصل عنده مشكلة تأثر عليه باقي عمره. يعني دي نقطة هامة جدا يا دكتور فعلا طبعاً. انه الاب والام يلاحظوا الطفل بتاعهم هل مثلا هم بيلاحظوها هم ولا بالكشف الدوري؟ لا هم بيلاحظوها، يعني لو هي مياه بيضاء واضحة بتتلاحظ على طول ان الطفل ادي النني بقولك اهو، يبص في عين البيبي المولود لو لقى النقطة اللي جوه دي لونها ابيض ده معناه ان الطفل ده احتمال يكون عنده مياه بيضاء. طبعا في اسباب تاني تؤدي الى البياض ده، فاحنا لو ركبنا العين زي ما شفنا كده اهي، النني اللي جوه ده بيبان اسود، المفروض اللي هو النني اللي جوه يبان لونه اسود. لو ظهر لونه ابيض ده من ضمن اسبابه، يعني هو ليه اسباب كتيرة انه يبقى لونه ابيض، لكن من اشهر اسبابه المياه البيضاء. فعشان كده لو الاهل شافوا ان البيبي او المولود الجديد عنده مشكله في عينه لازم ياخدوه بسرعه يتوجهوا بيه لطبيب العيون علشان يبص عليه، ولا داعي للتاجيل. يعني فيش داعي يقولوا لا طب بكره طب بعده طب هيتحسن طب مش لا، من فضلك لو عنده مشكله في عينيه انت ملاحظها، حتى لو انت حاسس ان هي مشكله بسيطه خده لدكتور العيون يبص عليه ويطمن عليه، ولو في مشكله هيقول لك، لو ما فيش مشكله هيقول لك الف مبروك يعني يبقى خير، يعني يبقى بس اطمنا. وبعدين بالزبط. اعتقد ان ما فيش حد هيتاخر على اولاده، يعني ممكن حد يهمل في نفسه شويه لكن اما بيلاحظوا اي حاجه على اولادهم بتهيألي يعني بيتجهوا بسرعه جدا للطبيب. هو القصه مش قصه ان في بعض الناس عندها يعني شويه لا مبالاه، يعني هو متخيل الموضوع بسيط، لا نهتم بقى الموضوع بسيط وما عندوش الاهتمام، متخيل ان هي حاجه هتخف او حاجه هتتحسن او شويه التهابات، فبيقول لك هيخف ويتحسن، او القطره اللي بيديها له الدكتور في بتاعه الولاده يقول لك ده هي القطره دي عشان تعالج المشكله دي. فهو متخيل ان في حاجات عوامل كتيره داخله في الموضوع ممكن تخليه يتاخر، فمن فضلك لو انت لاحظت حاجه جداً. زي كده ما تتاخرش. يعني خلينا ناكد على النقطه دي دكتور برضو، انه اي حد يلاحظ ان في نقطه بيضاء في العين دي ليها اسباب كتير من ضمنها المياه البيضاء، لكن يعني ده بيستدعي ان الاب والام يعني يسرعوا بالكشف عند الطبيب. تمام. طيب حضرتك قلت ان في قلنا سببين اللي هو في الاطفال اللي هو الخلقي او منذ الولاده، وفي الكبار الاطفال المولودين. ناخد الشباب بقى. الشباب اكثر عرضه للاصابات، يعني دايما الخناقات والخبطات والحاجات والإصابات سواء كانت إصابة عادية أو إصابة نافذة بقى لحد. الإصابة العادية ممكن تأثر لي على عدسة العين تعمل فيها عتامة، أو ممكن كمان تفك الزنيوز أو تفك الأربطة بتاعتها وتوقع لنا عدسة العين وتعمل لنا مياه بيضة، أو إصابة نافذة دخلت جوه العين وأصابت العدسة نفسها فعملت لنا مياه بيضة. فده من ضمن، وممكن طبعا بتحصل في الأطفال والكبار لكن أكثر في الشباب. فإحنا عشان نقسمهم كبار وأطفال وشباب عشان الناس تفتكر بس. ده من ضمن الأسباب. السبب التاني أو سبب من الأسباب اللي مشهورة هو استخدام الأدوية زي كورتيزون. ففي ناس كتير بتمشي على أدوية كورتيزون وتحسنت ومكمل من نفسه. احنا بنتكلم يعني على كورتيزون اللي هو الموضعي القطرات، موضعي قطرات او كورتيزون بالفم، الاثنين ممكن يعملوا. فهي الفكره ان انا لو باخد كورس كورتيزون ده باخده مع طبيب ولازم يبقى له جرعات محدده،
ولازم يبقى لمدة محددة ولازم يبقى بشروط معينة. مفيش داعي ان احنا نكرر العلاج من نفسنا طالما اتحسننا عليه، او نكرر قطرة من نفسنا طالما اتحسننا عليها، لازم يبقى تحت اشراف طبي. فده من ضمن الاسباب اللي بتعمل لنا مية بيضة. وعلى العكس الحقيقه يعني في ناس اكستريمز، يعني في ناس اما يبقى حالتهم تستدعي كورتيزون يصرخوا يقولوا لا بلاش كورتيزون. فعلا بتحصل في العياده، يجي مريض ان حالته محتاجه ان انت تيجي تدي له جرعه كورتيزون لفتره ولو حتى فتره بسيطه، يقول لك لا انا مش هاخد كورتيزون. يعني كل الامور هي بس باستشاره الطبيب. ان طالما الطبيب اشار بكده يبقى هو فاهم حالتك وعارف ايه الحاجات المفيده ليك وايه اللي هيفيد عينك او هيفيد صحتك. فطالما الطبيب اشار عليك بكده يبقى لازم تلتزم بتعليمات الطبيب. يعني اهم حاجه ان احنا ما نكررش العلاج من نفسنا. بالظبط. هل في انواع اخرى من المياه البيضاء؟ الناس اللي عندهم سكر بيجي لهم مياه بيضاء اكتر، يعني بيبقى عرضه ان يجي لهم مياه بيضاء اسرع من الناس الطبيعيين. وده اكتر في الناس اللي عندهم سكر ومش مظبطينه. يعني أنا طالما عندي مرض السكر المفروض أن أنا أفضل طول الوقت مظبطه، يعني يبقى في النسب المطلوبة والنسب المظبوطة. لو أنا ملخبط أكلي وملخبط نسب السكر عندي، ده طبعا وارد أنه هو يأثر على عدسة العين ويعمل لنا مية بيضة. الحوامل اللي هم ودول طبعا من ضمن أسباب الأطفال اللي بيجي لهم مية بيضة، أن ممكن الحوامل يجي لهم أمراض معدية أثناء الحمل، ده بتتسبب في عتامة عدسة العين وتعمل لنا مية بيضة.